بابا؟ قول يا ابني. ماجد أخي الجديد رح يصير عرسه، كمان أنا معزوم. يعني بتطلب مني أعمل شيء خاص مشانه؟ وجودك أساسي، بس لا تتدخل بأي موضوع هوني. إيه طيب. طيب وحضرتك بدك تحضر؟ وعم بتفكر تحضر عرسه؟ حكيت حكي كتير بخجل والله. المراحية حابة تعمل مشكلة وعملت، خلت كل المحكمة تطلع علينا. ايه ما بتعرفيها، هي هيك حدا سيء. من اول يوم تجوزت بنتك وهي متنحة انه تساوي اللي براسها وبس. اهدي ولا تتضايقي. ما تركت كلمة وما لفقتها. لا قال بنتي خانت جوزها وحكت هالحكي قدام كل اللي بالمحكمة. هالمخلوقة وحدة مريضة ومستحيل حدا يصدقها. الله لا يوفقها ان شاء الله. لك حتى جهاد تضايق. لك تخيلي قالت انه بحبوا بعضهم. آسيا اللي قالته هو دخانهم بالجلسة ما نصح مو يا روحي؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ مستحيل طبعا. منين اجتنا هالشغلة؟ يعني مبارح لو القاضي وافق يطلق كنا هلأ خلصنا. الله يكون معها وينولها اللي بتريده، ولا تنسي هالأمور بدها وقت. والله فهماني كلامك، بس بجد ما فيني اتحمل. زهرة اسمعي، بدي امشي هلأ، يعني عندي مليون قصة بدي ساويها اليوم وبكرة. معك حق حبيبتي. هلأ في عندكن عرس ما رح تفضولنا. ولك شو عم بتقولي؟ لك عاصي جانن وحالته حالة، لا عم يقدر ينام ولا عم يقدر ياكل، حتى نفسه ما عم يطلع منه. يا الله لو تروح من فكرة ويريح لك راسك إن شاء الله. يلا زهرة بدي أروح أنا هلأ. بخاطركم صبايا. مع السلامة خالة نوران، الله معك. حبيبي ناريمان طلعي على الشباك. على الشباك؟ ماجد انت شو عم تعمل عندك؟ ما تطلع لعنا؟ لا والله شوفت السرقة عجبتني كتير. انت مجنون شي؟ انا جانن فيكي. طيب هدول اللي بايدك الي؟ مفاجأة. بعد سنة مثل اليوم رح فيقوا انا جنبك. بعد سنة مثل اليوم رح حبك مثل ما بحبك اليوم. لأنه حقيقتي الوحيدة وحبيبتي الوحيدة هي أنتي. رح حبك طول العمر. لحتى نحن الاثنين يصير شكلنا هيك. عجبتك؟ ايه كتير بجننوا ماجد، حلوين كتير. يا روح قلبي صدقيني مستعد كون معك لآخر العمر. نحن بعد كم يوم رح نتزوج مو هيك؟ لك ما تدق الباب. انمسكنا ناريمان. انمسكنا؟ ابني انت شو عم تعمل هون؟ انا بدي ما... ابني انتو عرسكم بعد كم يوم، يعني ما في داعي تقضوها بالطرقات. قلنا منعمل شوية رومانسيات. رومانسيات؟ ايه روحوا نام ببيتكم. يلا بسرعة ابني لساتك واقف. يلا طيب انا رح امشي، تصبحي على خير. ايه؟ نوران خانو وانت من اهله. هاي اخرة الحب، العالم نايمة وانت سهرانة.
اوعيك تخجليني، بدي منك تساعديني وما تبيني. مو حرام انا يعني كون لحالي وحيده ولا حدا سائل علي بهي الدنيا؟ حرام عن جد. يلا يا رب. فوتي. لك والله الحياة بتملل، شو ها؟ ما فيها شي حلو لحتى نعيشه مثل العالم، حظ مستحيل يزبط منوب. مو ناقصك أنت كمان، أنا متعود فش خلقي وعيط وقت ما يعجبني شي بهالحياة. جهاد، الموت بشع ما هيك؟ والله ما جربت، بس جربه رح خبرك. الحياة خدعتنا، خلتنا نكون متفائلين. نريمان كانت مو بس حبيبتي وحياتي كمان. شو صار؟ بحياتها ما حبتني. ليش؟ أنا قايم أتمشى. نريمان شوفي، هدول جهاز أمك، هي اللي اشتغلتهم بإيدها. حلوين كتير عمتي. حلوين كتير. وهدول أنا اشتغلتهم كرمالك لأحلى بنت، تتهني فيهم يا روحي. عمتي حلوين كتير، خليلي ياكي. نريمان رح تروحي يعني؟ هلا عرفت قديشني بحبك. شو هالكلام؟ ما فيني اعيش من غيرك، مو ممكن. نعم ليلي، وصلت الكروت تبعنا؟ ايه حياتي، بابا استلمهم. ممتاز. طيب عجبتك؟ اكيد وكتير كمان. فرحتيني. اسمعي، هلا امي كمان جنبي بتسلم عليكي. سلم لي عليها لو سمحت. كمان انا الثانيه بسلم. عمتي كمان بتسلم عليها. تمام حبيبتي، بشوفك. بشوفك. خدي بنتي.